بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي في بعض الأوقات بتيجي تدور على أداة التصدير لنفس ووركس متلاقيهاش، غالبا بكون أنت سطبت نفس ووركس قبل ما سطبت الريفت. طيب أعمل إيه في حاجة زي كده؟ بكل بساطة هاجي هنا على الرابط ده، هتلاقيه في الفيديو اللي هو نفس ووركس NWC Export Utility. بدل ما تسطب نفس ووركس من تاني، لأ هتسطب بس الأداة ديت، دي مساحة صغيرة خالص. لو انت عايز بقى تصدر ل 2018 2017 2016 لحد 2013، مجرد بتدوس عليه بيبدأ يحمل لك الملف الصغير دوت، تسطبه يروح شغال معاك على طول. تمام، يعني مساحته 430 ميجا. تمام، بعد كده هتلاقي عندك لما بيتسطب خلاص بتروح بقى للريفت، بتلاقي عندك أداة ادنس اكسترنال تولز، هتلاقي عندك النفس وركس تقدر تصدر المشروع بتاعك، بس تكون في 3D الاول وبعد كده تقول له صدره لي للنفس وركس.